الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في من يقول أنتم لا تذكرون سيدنا علي ولا تصلون عليه وهم عترة البيت، ونحن كل يوم هذا الآن ذكرنا ذلك، يعني كل يوم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من ضمن آله وصحبه سيدنا علي، سيدنا الحسين، السيدة فاطمة، أبو بكر وعمر. لماذا نغضب على البعض ولا نغضب ولا كله نحبهم جميعا ونصلي عليهم في الصلوات الخمس، أو الذي عنده ليس خمس ثلاث ثلاث، وإذا طلع بكرة النهار قالوا سبع سبع صلي، بعدين عند اللقاء يظهر الحقائق، تظهر الحقائق. طيب، فالآن نتكلم عن البث الحي. هم يكتشفون ما هو موجود، ما خلقه الله لا يستطيعون يكتشفون شيء غير موجود. مشيئة الإنسان ونواياه وأفكاره محدودة بما أتاحه الله لهم. الطائرات كيف تطير؟ والاكتشاف هذا موجود من عهد سيدنا آدم، لكن هذا جعله فكر فكر ووصل إليه الآن على مدى يعني مئات وألوف ويمكن ملايين السنين. كل شيء جديد يأتي هو متاح من الأول، ولا زلنا نكتشف، سوف نكتشف فقط في حدود القوانين التي خلقها الله والتي صنعها الله. صنع الجاذبية عادي شيء يطيح وخلاص، لكن هذا لو وجدوا فيه هنا جاذب وهنا كذا، إذن صنعوا المصعد، وضعوا له من هنا حتى يتواسى ويمشي بسلاسة إلى الدور 100 وينزل، إلى الدور 10 وينزل. كيف نصعد لذلك المكان؟ لازم نضع سلم ونصعد وسلم ونصعد. الآن هذا اكتشاف آخر، يمكن يأتي اكتشافات أخرى في المستقبل. هذا الجاذبية فقط. الطيارات كيف تطير؟ الطير يطير، الجاذبية لا تؤثر عليه، استفاد من الهواء فوضعوا الطائرة. فهكذا الله ذكر في القرآن وإيش ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قانون. الآن في شغال اكتشافات في حدود هذا القانون، يتعرفون لا يعرفون أن الله قال، ولكن هم يبحثون في هذا المكان. في هذا المكان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، طبعا كسبت أيدي الناس ليس اليدين، العينين أيضا، أيضا القدمين، أيضا ما بين القدمين، أيضا البطن، وهذه كلها الأطراف مبنية على القلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلح الجسد كله يعني لا فساد في البر والبحر. فسد الجسد كله فساد في البر والبحر، ليس على يعني واحد نفر يدمر الكرة الأرضية. تتجمع هذه مع بعض في العالم، أهل الأفعال السيئة وفي أفعال الطاهرة، والأرض عندها قوانينها، تفسد أو لا تفسد، عندها صلاحياتها وانت عندك صلاحياتك. من المخترعات التي الآن يعني اكتشافات ليست مخترعات، اكتشفوا القلب 1400 سنة عندنا العلم، اكتشفوا القلب. الآن بحوث جديدة جديدة حول القلب، أنه هو مؤثر في العالم،
أنه هو المؤثر في العالم فقط، وضعوا أبراج لتقيس البث الحي للقلب. عندنا في السعودية في برج، وفي بلد آخر وفي بلد آخر وفي بلد آخر، واحد عمل بحوث، مؤتمر علماء متجمعين حول هذا الموضوع، رياضيات القلب، رياضيات، قياسات. دخل العلم لهذا القانون الذي يعني عندنا خبره، كل شيء في القرآن تفصيل. يقيسون القلب في كل الدول العالم، أغلب يعني مناطق مختلفة، وجدوا أنه أنت فعلك يؤثر مسافة، وفعل آخر يؤثر في مسافة، يشع في الخارج ويملأ خلاياك ثم يخرج برا خارجا، والآخر والآخر والآخر، في ناس على يعني نسق معين طيب أو باطل، ها، يؤثر في الأرض في البر والبحر. نضع لكم رابط تحت تشاهدون الرجل المكلف بهذا الموضوع كله، والذي مشارك بأبحاث من كان صغير وهو يسجل. فإن شاء الله، فالبث موجود، أنت عندك بث وعندك استقبال. القلب ماذا يبث؟ لا يبث الكلام، اللسان يبث الكلام، هذا أثره ليس قوي إلا إذا الأساس وافق القلب. القلب مكان الأحاسيس، مكان المشاعر. إن كان عندك توتر، إن كان عندك انقباض، يأس، اكتئاب، أو فرح، مرح مثلا، متفائل، إيجابي، واحد سلبي، واحد هكا، هذه الأمور تؤثر فيك، في الخلايا تستجيب لهذا القلب، والمخ يستجيب لهذا القلب، هو المؤثر الأساسي. أشعته تنتشر هكذا على قدر خلايا جسمك كلها، جلدك يتأثر من أحاسيسك ومشاعرك، جسمك كله، خلاياك تمرض تتعافى، القلب المؤثر فيها، خلاياك كله. وتبقي هذا مستمر، يعني هي تنسخ، الخلية تموت لها وقت معين قليل تموت، فتنسخ كل شيء وتلقيه في الجديدة. وجدوا الآن إذا أنت رجعت إيجابي، رجعت مؤمن بالله، تكفر بالطاغوت، تؤمن بالله، مضبوط، فترة معينة تبدأ الخلايا الجديدة تنسخ من القديم شيء ومن الجديد شيء، ثم هذه تلتقط وتنسخ للآخر حتى تكون الخلايا طاهرة لطهارة القلب. ليس سريعا، لابد يأخذ وقت، لذلك نقول التمرين خذ وقتك واصدق فيه، سوف يتغير واقعك. يعني هذا الذي في القلب يؤثر على الخلايا، ولكن على محل، على محل، تخرج تنسخ وتلصق للأخرى، تقول لها خذي الأمانة، تأتي الجديدة هي تموت، وهكذا خلاياك تتجدد. إذا أنت عندك عادات أجداد ومستمر تصبها في ابنك سوف تبقى. إذا أنت بدأت في الإصلاح تأخذ وقت حتى تتنظف آخر خلية وتلقي أشياء طيبة، بعد ذلك لا تجد تكلف. الله أكبر بسيطة، لكن الله أكبر لا زال في القلب والخلايا من القديم المتوارث، الذي أنت السبب فيه ليس هؤلاء، لا، أنت قبلت، بعد البلوغ أنت محاسب. فإذن القلب يبث ويستقبل. كيف يستقبل وكيف يبث؟ مثل الآن هم اكتشفوا أشياء كثير،
عندك مثلا الجوال ما اخترعوا شيء جديد، معقول يرسل هذا بث ويذهب هناك بدون أي شيء في المنتصف غيبي يوصل بيني وبين إنسان في بلد أخرى فيها مليون ولا مليار شخص يصل إليه من بينهم؟ الجهاز فيه الرقم هذا نفسه، لكن البث موجود في كل مكان. لذلك هذا الإنسان لو أغلق جواله وذهب إلى دولة أخرى ثم فتح، فورا تأتيه الرسائل وتأتيه الاتصالات، موجودة في كل الدول، موجودة في كل العالم، مكالمتك موجودة عند جيرانك، عند كل محل، عند العالم كله، مبثوثة في موجات لا يستقبلها إلا فلان. نفس الراديو الذي كنا نستعمله أول، نفتح على موجة في بريطانيا موجودة في الهند، كل الهند وبريطانيا والعالم كله موجات تبث في غرفتك وتبث في كل العالم، تبث في الغيب، والغيب في هذا الله خلقه. فلذلك هم استفادوا، نركب على هذه الموجة صوت فقط، راديو أو كالجوال كان أول صوت بس، ألو أيوة قفلنا ما في شيء ثاني. صاروا يضعوا صوت وصورة، يعني 2G، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس، السادس، السابع، كل استفادة من الموجات التي هي موجودة أصلا. لا يستطيعون اختراع الموجات، لا يستطيعون اختراع الجاذبية، هذا موجود، ولكن هم أخذوا دراسة وضعوا على الموجات، على الترددات التي خلقها الله في الغيب، أرسلوا جربوا هكذا، ألو ألو، هم في غرفة واحدة، ثم بعد ذلك فهموا، شوي شوي صار ينتشر في العالم. هكذا الأمراض، السرطان والسل، وبدون ذكر الأسماء، كل الأمراض في العالم موجودة حولك وحول الصيني وحول الهندي وحول كله موجود. أحد قال لي والزهايمر موجود، علشان نأتي بمثاله. فإذا قال لك صديق، قلت أين قبعتي؟ قال لك قبعة يا جماعة، ماذا تبحث ماذا تبحث؟ قال القبعة، قال هذا على رأسك الآن، جيد، فورا نطق، لا يكون عندك زهايمر. لا يا شيخ، بس أنا نسيت. مرة ثانية صار نسيان شيء آخر، جات كلمة الزهايمر، أعوذ بالله، إيش هذا؟ أنت بدأت، كان مغلق، لا ليس كذلك، بدأ، إيش هذا ممكن؟ بعدين جاء واحد ثاني زهايمر، يا جماعة أكيد الله يمكن، فتح 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 استقبال، جاء الزهايمر. ناس عندهم الزهايمر عمره 40 سنة، وناس ليس عندهم الزهايمر 90-100 سنة. أنت تستقبل ولا هو موجود في نفس الغرفة؟ عند الذي عنده زهايمر موجود، والذي ليس عنده زهايمر موجود الزهايمر، موجود بي بي سي محطة، موجود اتصالات كل العالم، الصينيين وهذا موجود في نفس المكان، مركب على الموجة، لا يستقبله إلا فلان. في القلب لا يستقبل المرض هذا إلا من فتح المجال وصدق الممكن صح. فالفقير يجلب الفقر، والغني يجلب الغنى، تلقى الفقراء متحدين في مناطقهم وكل شيء، والأغنياء هناك. ليش؟ هو هكذا يبرز فقير ويصير غني، لأنه خالف من حوله، وخلاياه تنظفت ممن حوله وصارت خلاياه مثل الأغنياء، جاءه الغنى، خلاياه صارت مثل الأصحاء، هو بين المرضى، خلاياه مثل الأصحاء، لأنه صار لا يستقبل كلامهم ولا يستقبل، وصار يتضايق من التضايق، هو يعني ممنوع. الخلايا فهمت قليل 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 حتى صار من الأصحاء، وكله على هذا المقياس. إذا صلحت صلح الجسد، هي تؤثر في الخلايا،
إذا فسدت فسد الجسد، وإذا فسد الجسد عندي وعند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا ظهر الفساد في البر والبحر. قرآن وقانون. وهذا الرجل ومن يدعمه ويدعمهم صار يعني عندهم يعني بحوث، وجدوا حقائق وهي فعلا حقائق، ونخشى أنهم يستفيدوا منها تلك الساعة. هذا ليس خاص بالمؤمنين. ظهر الفساد مما كسبت أيدي الناس، كسبت أيدي الناس كويس تصلح. وإن شاء الله أنه هذا يكون بداية خير، لأنه بعدين يظهرون كسبت أيدي الناس. إذا نحن نجتنب أشياء معينة، فهمنا أن البلد هذا فيها المنكر الفلاني، لا يقول المنكر طبعا، نحن نبقى. الشيء الفلاني السيء، في اتفاق على أنهم فعل يعني هذا المجتمع الصغير عنده العادات الفلانية، فصار مشاكل في مشاكل كذا كذا منتشرة، إذن هذه متصلة بهذه. إذن إلى أن يصلوا إلى الجذر، وهو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. انت خذ الجذر من الآن يزبط لك كل شيء، لا تفكر في زهايمر، لا تفكر في مرض، لا تفكر في أي شيء، تتنظف خلاياك بالجزئين. كفر بالطاغوت هذا يودي السلبي كله من جذره. إيمان بالله وإيمان بغير الله لا يأتي، لا يقع الإيمان، لا يقع، لا يقع. الله هو العزيز لا يقبل. فلذلك احنا جئنا للجذر. الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة بداية البعثة كان يقول فقط يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم فهموها، لا يأله قلبك الآخرين، لا إله نفي، إلا الله يأله قلبك ربك، توجهوا إلى ربكم اعبدوه. لم يأتي بسيرة الأصنام والحجارة حتى كله خلاص. جاء إنسان فسر وإنسان فسر وإنسان فسر لا إله إلا الله معبود، لا تعبد الصنم عبد الله، ذهب الصنم، تركنا الصنم، ما نعبد الله، ما نعبد الصنم. إذن خلاص صرنا نعبد الله؟ لا، لا يأله قلبك غير الله. أعبد الله برضو صرنا، صارت العبادة شكل. ليش؟ لأن القلب هناك. فلذلك الجسم إلى مكة والقلب يعيث فسادا، كل الجهات متجهة. لما توجه القلب إلى الله والجسم إلى بيت الله، ولا وغير الله غير موجود، هنا أرحنا بالصلاة. فالقلب يبث ويستقبل، وأنت المستقبل وأنت تبث. ماذا تستقبل تبث؟ الأحاسيس، العواطف. إذا كانت ملائكية علوية أو سفلية. سفلية يأتون أصحابها وهم الجن والشياطين والسحر، تقرأ القرآن بلسانك وهذا، والقلب يجذب هؤلاء إليك، ما له شغل، فتحت الاستقبال لهؤلاء. خفت منهم خفت منهم وتقرأ باللسان، لا يبالي، ما اللسان لا شغل له، القلب يصلح اللسان. القلب فسد فاللسان ينطق في جهة أخرى. فتستقبل ما تخاف، ما تعظم، ما تحب. إذا وجهت القلب إلى الله فقط وغير الله كفرت، لا يؤثر، لا ينفع، لا يضر. هذا معنى كفرت. في ناس يفهم كفرت نترك، كيف تقول يعني السبب والنتيجة؟ السبب والنتيجة هذا قانون عام. المؤمن
يمشي يستفيد منه، ومفتوح له أبواب غيبية، أخذ السبب والنتيجة وعكسه. لو في السبب، السبب نار تحرق، هذه النتيجة حراق، تضع خشب يذهب، تذهب آدمي ينحرق، حيوان يحترق، هذا السبب والنتيجة. تمام؟ أنا مؤمن السبب لا يؤثر فيك. زدت عن موضوع السبب والنتيجة، هذا ليس موجود في القوانين التي تذكر عند الطاقة وهؤلاء. يفهم السبب والنتيجة فعلا لا غير، وهذا قانون جعله الله، هو صادق، ولكن القانون الرباني مهيمن عليه، يخلف هذا كله. السبب والنتيجة، يقولون في السبب والنتيجة، تذكرت هذا الشيء، أن الإنسان، هذا ذكره يعني ناس كبار غير عرب في الطاقة والأبعاد وهذه الأمور، قالوا تستطيع يعني تحرك هذا القلم سنتيمترات بالطاقة العالية الضخمة القمة، خلاص سنتيمترات. ورأى أحدهم فاديم زيلاند، رأى ماذا؟ رأى إنسان عدة أمتار أو متر مترين ارتفع على الأرض من بتوعها الطاقة، هذا عدة أمتار. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري من كم كيلومترات؟ مكة بيت المقدس، قال أنا أتيك به، مو قلم سنتيمترين ثلاثة، عرش، نقول قلم، خلينا نقول قلم، يأتي به من دولة إلى دولة في غمضة عين. سحر؟ سحر لا، سحر أعين الناس، يجي واحد ما انسحر يشوف ما في قلم، يشوف القلم موجود، دليل عنه غير سحر. وهي مشت عليه، هذا قانون، هذا رباني، هذا ما ناله كثير من الناس، البعد هذا ببساطة، كان مغلق 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 مغلق، ما حد يدري ليش، جوهرة يألفون الكتب ويظهر ما دارين، والطاقة يذهبون هنا ما هم دارين. هذا علم تحصل عليه أنت إن صدقت الله ورسوله، تحصل عليه فوراً بذنوبك بمعاصيك، لكن لها شروط، ليست تذهب إليها قاصدا، لا، وقعت ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عندك هذه، وإذا عندك الطاعة 100% وكل شيء سليم والإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ممتاز، تستطيع تحصل على هذه الأشياء، ليست معجزات، هم قالوا معجزات لكن هذا تمثيلية يعني ما نقدر عليها، بس يجيب لنا قصص ربنا، لا. واحد يعني من ليس نبي، جريج ضغط على بطن الطفل وقال من أبوك؟ قال فلان الراعي، نطق لأجله، هو أراد من الله أن ينطقهم عبد من عبادنا، من عهد آدم إلى قيام الساعة موجودين موجودين موجودين، صدق بهم يريك الله. تقول مستحيل، لن ترى لن ترى، نعم. فإذا نحن كلامنا عن البث، بث قناة عندك، قناة تبث وتستقبل قنوات شريرة قنوات خيرة،
أنت تغلق أو تفتح. أحيانا الإنسان ربنا يرسل له إنسان يدل على كنز، يقول الشيخ فلان لم يقل هذا الكلام، هو أغلق فتح لذاك فقط، هو أغلق. المؤمن ليس كذلك، المؤمن لا يعصم أحد، لا يملك ولا يملك. المؤمن لا يملك ولا يملك، ما يملكني هذا ولا هذا ولا هذا لا. أشغل قلبي وأجلس أمام هذا وأسمع من هذا وخلي هو الذي يلتقط الخير من الشر، ليس النفس. قلب مع طمأنينة، الخبر الذي يأتي من الخارج نجد راحة نفسية. الصديق أسمع له أقول والله كلام صح، كلام صح. العقل لا يتكلم، كنا مندمج مع الكلام ثم يقول العقل صح، قال صح، هذا هو الصح. الله قال للرسول فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. اللي يحاول يقنعك يقول هذا سيطرة، ما في قناعات، قناعات هذه عقلية، في افتح قال أوكي أوكي. طيب هذا البحث أنا أعطيكم الرابط، لا أريد يعني أنا أتكلم فيه، نحن عندنا أعلى من هو، اكتشف جزء ولا يدري عن جزء. الله سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا شغل الله، سنريهم يكتشف يقول أيوة في صح، أيوة في صح، أيوة، لأن في الأخير يقول المسلمين صح. سيصل لهذا بدون جهد دعوة من المسلمين. كسلانين ناموا، ربنا هو الداعي، يأتي يعطيهم اكتشافات 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 حتى يعلموا أنه الحق من ربهم. حتى يقولوا يعني يعطيك القلب كل الأجوبة الصحيحة الصادقة، اكتشفوا هذا. إذا أنت ركزت عليه ها يعطيك الجواب الصح. وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى القلب، أشار إذا صلحت صلح الجسد، وإذا صلح الجسد وصلحت صلح الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لا يغير ما بقوم واقعك. مرض مرض، صحة الصحة، ما كان الله مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوانين تكتشف مع الزمن، مع الزمن مع الزمن، وربنا ذاك هادية. أمسك وتيقن بها بدون بحوث علمية، ها تصل بحوث على سندتك ورحت لا بأس، ولكن لازم بعد كذا تغفل هذا كله وتوجه إلى ربك تقول خلاص أنا عرفت الحقيقة. ولو قالوا ضد ذلك لا أقبل، يعني إذا جاك بحث علمي ضد آية قرآنية كنسل أبوه وأمه. طيب خلوني أشوف بس كم دقيقة طولنا، إلا ما طولنا. اليوم جبنا إنارة مدورة هكذا حول الجوال حتى تذهب الظلال. طيب هذا العالم اسمه هوارد مارتن، هوارد مارتن، رياضيات القلب، ولا شأن لنا به. هو الآن يكتشف قليل مما نحن نعرف أكثر منه. كتابنا ينطق بالحق، لكن هجر لأنه طلاسم نذهب إلى أناس يشرحونه لنا، وربنا قال تدبر، أنت تدبر القرآن. شروطه تعوذ بالله، استعيذ بالله، مو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
خلاص انت عذت، ما هي ببغائية، انا قلت اعود وحصل لا يأتي، تحس نفسك غير. بعدين اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ما قال للقارئ، فاستمعوا له، الهاء تعود الى اقرب شيء، اذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرئ ما لك شغل فيه، مجهول ما لك شغل فيه، إذا قرئ القرآن فاستمعوا للقرآن وأنصتوا للقرآن لعلكم ترحمون. هو حي بلسان آخر يقرأ، ها بلسان بشر قرئ، خلاص ما لك شغل فيه، الآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم، ليس تفهمون، لعلكم ترحمون. إذا أنت دخلت في بعد لا تنفع فيه الأفهام، هنا تستفيد إيش؟ رحمة، رحمة يخرج العذاب، يخرج الأشياء اللي عكس الرحمة، مرة على مرة على مرة على مرة لازم يتحقق، الخلايا تتجدد، ترمي القديم وتأخذ الجديد، ترمي جزءا وتأخذ جزءا، ترمي جزءا وتأخذ، ثم إلى أن تصل إلى حاسب ما أنت مستمر، أنت تغذيها، يجعل مشاعرك مع القراءة، مشاعرك مع الصلاة، الله أكبر، فهذه المشاعر هو يبثها الآن، أول كان غافل، الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يبث هذه الأشياء اللي باللسان، هو مو معها، أنت سارح مع السيارة، يبث السيارة في الخلايا كلها، سارح مع همومك، يبث همومك في الخلايا، وهمومك والخلايا والقلب يبث حواليك، فتجد واحد يجلس جنبك يتكلم في نفس الشيء اللي انت تريد، ليش تأثر بالبث؟ لكن لما تدخل في البعد تتمرن مرة على مرة، بعد رباني لربك فقط، الله أكبر، خشوع، لازم تأخذ طريقته من الكورس، كورس عدة فيديوهات، أسبوعين خليك تمشي فيها مو مشكلة، المهم تصل إلى نتيجة عالية 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 أبدية، مو عالية وبس، عالية وأبدية، لم يصلها الناس إلى آخر مخترع ومكتشف، هذا الخالق أعطاك مباشر ويعطيك، اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه ميزة لاتقوا الله، غيره ما يعلمه الله، يعطي معلومات بس حتى يقيم الحجة عليه. فإذا عندنا أشياء ثانية في البعد، ربنا هو القدير ليس نحن، نتخلى وهو يشتغل بإشارتك، أنت قلبك يريد شيء ولا تطلبه من الله يبث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لما قال واحد كم أجعل لك من صلاتي، ربعها، خمسها، نصفها، قال أجعل لك صلاتي كلها إذن يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يغفر ذنبك خلاص، يعني وقعت في حاجة قلت استغفر الله قد مغفور خلاص، وزاد زيادة استغفار نظيف على طول بكثرتك الصلاة على الرسول، ليش تكفى همك، هم الهم في القلب ليس هنا، مهموم القلب بشيء ما، الصلاة، شوف سر هذا، الصلاة على رسول الله بالقلب، الهم في القلب ما نطقت به ولا شيء، والصلاة على الرسول بالقلب والحب موجودان، يغلب الهم، الصلاة على الرسول يغلب الهم، فتكفى على طول، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تسهل لك هذا الهم، وكله بإذن الله وبكل قوانين لن يكتشفها العالم بطريقة أخرى غير بطريقة واحدة، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت يدخلهم في هذا المجال، ما في، لن يصل مؤمن بغير الله
مستنير موسى عيسى لن يصل، لأن موسى وعيسى قال إذا لا يعلم لا يعلم لا بأس، فتح له الله، يكون إيمان بالله وباليوم الآخر ويعمل صالحا يعني خيرا مع الناس والآخرين، لأنه مؤمن في آخرة، مؤمن حقيقي. هذا مجال آخر. فنحن نتكلم عن البث. إذا أنت معك الصلاة على الرسول ودخلت في التمارين البعد الرباني الآن، تتغير شيئا فشيئا خلاياك، بعدين تجد القبول. إذا أنت تخلط، لازم نفهم، أنت في البعد الرباني تقول أنا في البعد الرباني ما استفدت، لأنك تخلط. تخلط ماذا؟ تذهب إلى شخص تأخذ منه، تدخل في قلبك سلبيات منه، شخص أو أشخاص أو عقائد قديمة لا تريد أن تذهب، أنت قررت. لازم هو القرآن والصلاة ودخولك في البعد الإلهي الرباني الإيماني، هذا يغير فيك فساد. أنت تتيقن أنه مو فساد، فأنت تقاوم التغيير، التغيير الداخلي تقاومه، لن تجد الواقع في الخارج. ألغي، 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 ثق بكلام الله، لا تثق بي، ثق أن الله قال أكفر بالطاغوت أكفر. أنا مذكر هنا يقول لك إيوة صح، أنا متأكد 100% يقول لك كلام صحيح، لأنه كلام الله فطري فيك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، إذن علم القرآن في روحك قبل أن يخلق جسدك، علم ثم خلق، كتالوج بعدين صناعة. القرآن فطري في كل إنسان، حتى الذي يعبد البقرة فطري فيه. لو ما في مقاومة من هذه الترسبات الموجودة فيه، إنه البقرة وإنه الجاموسة وإنه النجوم، الكوكب هذا والكوكب هذا والكوكب فيهم تأثير ومتيقن ومرتاح، والشجرة والأشياء ذي مترسب موجود، والآن دخلت في البعد الرباني إلهي، ها يجي النور، وهذا الظلام موجود لا أريده يتغير. ماذا يقول هذا أولئك؟ ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول كذا؟ ماذا؟ هنا العقل تدخل وقفل على القلب. بقدر ما تكون منفتح، بقدر ما تنطلق وتشوف الأنوار وتشوف الخير، ويصير عندك يقين ذيك الساعة زيادة. أول تؤمن بالغيب وتفتح المجال للغيب، تؤمن بالغيب، ما أبغى قناعات، قناعات عقلية ما أبغى، تؤمن هذا الله، عقلي أقوى من الله، سلم تسلم، سلم قلبيا تسلم. واحد ثاني يقول لا كيف هذا، ولا الناس أنا معتقد أنهم صح، وعندي 20 سنة 30 وتعلمت ودرست وتخرجت كل شيء، لا بأس، هذا الدين، دين تمام، وهذا إيش هو كفر، هو دين، يقول لك أكفر بالطاغوت ومن بالله، هذا ما قال لك عليه، هل أنت عرفته؟ امشي وراء الحق. الكبر ما هو؟ قال بطر الحق، ردوا على قائله، مسكين صيني هندي ماذا أي جنسية أمريكي، جاءك الحق، حق القلب يقول صح، خذه. الحق ليس له جنسية، ليس له ألوان، ليس له، ما في له شيء، حق غيبي، تؤمن بالغيب والغيب فيك مسجل مخزن، فطرة الله الذي فطر الناس عليها، الذي جاء جديد هذا ليس من الفطرة. فعقلك قلبك يبث الخير ويبث الشر، وبأحاسيس مشاعر، نحن نتكلم ما نتكلم عن كلام كذا ثرثرة، وأيضا يبث الخير ويبث الشر، ويستقبل، هو يستقبل ويؤثر في جسمك وواقعك، هو
الخير أو الشر. استقبل الخير يؤثر فيك، استقبل الشر يؤثر فيك. هنا وهنا معلومات أخرى مغايرة ما له شغل فيك. الببغاء يقول أريد الطعام، لكن هنا شبعان بطنه لا يريد، تعطي طعام لا يأكل. هكذا القلب سلبيات واللسان إيجابيات. ببغى لا يهتم، أصلي الصلاة والحركات، شوف الأعضاء مشغلها كلها في شكل الصلاة، لكن القلب هو معها لا يعطيك الخشوع، هو يخشع لأشياء أنت أدخلتها فيه، يخشع لها على طول. من يوم يشوف مثلا ما تحبه، سيارة، بيت، أي شيء، فرح. كيف جاء الفرح؟ من هنا. ليش؟ لأنك أنت أدخلت قبل ذلك أن هذا ممتع. كيف جاء الاكتئاب؟ ها؟ لأنك لم تحصل على شيء محبوب، كله ما تحب. الله ما نحب، غيره ما نحب، فكالريشة معلقة، الريح تذهب بها هناك ثم تذهب هناك ثم تذهب هناك، صار قلبك تبع لغيرك. هم يرمونه يمين ويسار، وغالب المجتمع الآن سلبي، غالب المجتمع كفري، غالب المجتمع جهنمي، رايح للداهية، متدهور. غالب، قليل، لا قليل الإيجابيين. الأغنياء قليل. ليش؟ لأنه سلك طرق معينة سليمة وصل للغنى. بعضهم مولود غني وبعضهم مولود يعني مشرد، لكن مشى في الأسباب، سبب نتيجة، سبب نتيجة، راح. أنت لا سبب نتيجة ولا إيمان يخرق لك الأسباب، يغيرها، يرزقك من حيث لا تحتسب ما في، ويرزقك من حيث تحتسب ما في، فايش تسوي؟ امشي في الأسباب، تمسك الاثنين، امشي في الأسباب. والأسباب أسباب الإيمان، وهذا كله صغير، وأنا أسلك الأسباب هكذا بس، يعني اعقل وتوكل وأؤمن بالله أنه عظيم وأنه قادر يسوي كل شيء. ضعيف الإيمان هو الكلام سهل عقليا، الله قادر على كل شيء، لكن قلبيا كيف؟ خليها تصنع أنت، بس غذي في القلب، أرسل على القلب، أرسل على القلب، والقلب يرسل على الخلايا ويبث حولك. أنت ترسل القلب ففيه إرسال سيء وإرسال موجب، 10% موجب طيب سليم رباني، و90% شيطاني. ما في كفر بالطاغوت، إيمان بالطاغوت، وموجود إيمان بالله، يزيد شوي 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 شوي. أنت الآن متجه هكذا، يقبل الله منك الإيمان القليل هذا مقبول. من أتاني يمشي أتيته هرولا، يمشي قليل، شبر أتيته ذراعا، تقربت منه ذراعا، فأنت تعطي. الآن بدأت تتجه، مقبول منك وأنت متجه. 10 الحمد لله، يضبط في القلب 10، وفي الخلايا 10، وفي الخارج 10، في الواقع. إلين تصل إلى 50-50 60-50، إلين صفر. ما استطعت مو مشكلة، 10% فيها الأسباب لازم منها ضروري، لكن يعني ممكن يخلفها الله ويغيرها خلاص. بعدين تشوف يرزقهم من حيث لا يحتسب، تشوف تقرأ الفاتحة يتعافى ابنك، تشوف سم ذهب بالفاتحة. المسلمين الآن وفي من زمان، يعني مو مسألة، إلى قيام الساعة قانون الله قانون، ادعوني أستجب للمؤمنين ليست لغيرهم. الفاتحة القرآن يشفي في المؤمنين، هذا كلام موجه للمؤمنين، غيرهم لا. من يدعي إيمانه عقليا هذا ليس له، وهذا ما نشاهده. القرآن لا يؤثر ولا يفيد فيهم. ليش؟ في البعد المادي 99%، 1%
رباني، الله على كل شيء قدير في السماوات. وبعدين لازم إيمان كامل، مو كامل أقل لك، يغلب على، وشوي شوي أنت بنفسك مع المشي تقول لا خلاص أنا أستغني عن الأسباب، ليس لا أسلك طريقها، أسلك لكني في غنى عنها، أجلس وأنا أدخل أهل البعد غير الرباني، وأنا يعني أعرف من أنا وأعرف ماذا أفعل حتى أمرن نفسي، يأتي البعد الرباني في حياتي كلها في اختلاطي مع الناس. فهذا ما أحببنا، وإن شاء الله نضع لكم الرابط، اللي يحب يتعمق أكثر يتعمق يشوف قدرة الله، كيف أن الله قال هذا الكلام من أزمان بعيد والآن الناس يبحثون. وإذا هو يعني فاهم الكلام مضبوط الذي نقوله ذا، يفهم أنهم بعيد عما نعرف نحن، بعيد القانون هذا، هم بعيد في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، آية يقرأها الصغار والكبار، هم هذا الآية ذي ما يفهموها الآن، ما تعمقوا، ما وصلوا فيها، لو بدأوا منها كان شفنا اختراعات أكثر، لكن بدأوا من الصفر حتى يصلوا لين 1400، عام 1440، بعدين من هناك يأتون. تجد كلامه، افهم كلامه من أول أخ، محاضرة أمام مؤتمر، هذا مؤتمر كبير، محاضرة شاهدوها ولا ما يعرف عربي مترجمة، ما يعرف إنجليزي، ولا ما يعرف عربي برضو هو يتكلم إنجليزي، فيجد إنه يعني اللي فهموه اسمعها كلها للأخير، ماذا فهموه؟ أنت سماعك هذا الكلام هنا في هذه الجلسة البسيطة فهمت أكثر منهم، فهمت أكثر منهم، وهم تعبانين مغلبين نفسهم، أبراج ملايين هنا وهنا وهنا يضعونها في السعودية في نيوزيلندا في مدري كم يضعون ويتابعون، وتجيهم الرسائل القلوب إن وصلت مدري إيش، يقيسون هذا الشيء اللي ذكره الله من زمان، الآن كما قاسوا الجاذبية. الحمد لله رب العالمين. واحدة ثانية، الثانية بعد ما أغلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.